الزيارة المختصرة للأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادين للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا رب على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا رب على زين العباد علي والباقر محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأوديائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته.